نتقدم بشكر جزيل إلى مؤسسة المساعدات الأوروبية التي قدمت لنا هذه المساعدة في هذه الظروف العصيبة، ونحن في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، وبارك الله في من قام بتوصيل هذه المساعدة إلينا. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم.